تحب تاخد حالات بيرو في الماتش ده ولا تخش على يعني الزمالك؟ عايزين نقول بس يعني عايزين حته الاهداف ده كابتن مدحت يعني ايه الثقه اللي يعني يجي تعلم كابتن مدحت الثقه نعمله لا 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 ده يوم الجمعه بتعني كابتن مدحت كنا بنلعب مع بعض الجمعه هو اللي كسبني في اخر خليش لسه تضحك عليا لا 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 جاب جون علامه فاروق في الخماسي لوب من نص الملعب يعني ونازله ايه هو ده بقى الهداف طب ورونا يا احمد ده كابتن علاء جابه له عملها والهدف الله 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 اكبر الله اكبر الله اكبر حلوه للصبح الله عليك يا ابني الله عليك يا هداف الله عليك يا قناص يا سلام على الاستلام يا سلام على اللفه يا سمال يا سلام على الحطه ادي اللمه وادي اللفه وادي الهدف هداف يا ابني هداف بدرجة امتياز اللمة والحطة واللفة والنطة والقطة والبطة يا عيني عليك يا جميل احنا سيبنا الملعب وخرجنا فضحتونا والله طب رتب مع كابتن علاء ده مين يا نهار ابيض احنا بنلعب احنا في صاله كابتن طبعا علاء نبيل النجم طبعا الله يخليك وهو كمان من ولاد طبعا بعد الجول بعد الجول لما خرجت خلاص سبت الملعب هكمل ايه بقى خلاص بقى الصاله فيها كاميرا على طول بتسجل كل حاجه فجابوا يظهر طب ده كلام يا ابو حميد ده ادب جميل ماشي نتحاسب بعدين طيب فضحنا كده على الهواء ليه كابتن ادب حلو